بعاني من تساقط الشعر، اعمل ايه؟ وشعري خفيف جدا، اعمل ايه طيب؟ وشعري مش تقيل، وشعري مش ناعم وخشن جدا، وشعري قصير جدا مش بيطول. الحل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ اعالجه ازاي؟ الحل عندي، هقولك على طريقة رهيبة بتعالج لكل الحاجات دي، بس استمروا عليها علشان تلاقوا النتيجة مفعولة. أول حاجة، معلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من زيت جوز الهند، ومعلقة كبيرة من زيت السمسم، ومعلقة كبيرة من زيت الخروع. والزيوت دي كلها تتحط على بعض وتتقلب كويس جدا، وبعد كده ندخلها الميكرويف علشان تتدفى. مفيش مايكرويف يبقى نحطها على بخار مية، لكن ما نحطهاش في حاجة ونسخنها على النار، يا إما مايكرويف يا إما بخار مية. بعد ما دفينا الزيت، بناخد الزيت ونحطه على فروة الراس وندلكه كويس جدا، ونسيب الزيت على شعرنا لمدة 3 ساعات، لمدة 3 ساعات، وبعد كده نشطفه بالشامبو والبلسم عادي. والطريقة دي تتكرر من 2 لـ3 مرات في الأسبوع، بس أهم حاجة اللي انتوا تستمروا عليها علشان تلاقوا نتيجة فعالة. جربوها وهتدعولي.